قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فضل سورة الزمر، وذلك أنها أولا تشتمل على آيات العز، وثانيا ما روته عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل، أي سورة الإسراء، وهو حديث أخرجه الترمذي في سننه.